حلو. القوة الجوية يواصل الانتصارات بنتائج مرضية لجماهيره ويحافظ على الصدارة بأريحية كابتن. طبعا لا يخفى على الجميع من القوة الجوية في استقرار فني واستقرار إداري، والحمد لله والشكر يعني كل الجوانب المطلوبة لنجاح أي فريق موجودة في نادي القوة الجوية، يعني اللاعبين اللي موجودين على قدر عالي من المسؤولية والكادر التدريبي، إضافة إلى يعني بصراحة نقولها وجود قائد نادي القوة الجوية بقرب مع اللاعبين ومع الكادر التدريبي، هذه نقطة تحسب إلى تاريخ نادي القوة الجوية مجددا، لأنه هذا الشيء كنا احنا نعاني من عنه ما متوفر بصراحة، انه يتواجد رئيس نادي القوة الجوية بالفترة اللي أنا كنت موجود بها، ما يجون يعني نادرا ما تلقى يحضر أو مجرد يعني بشكل نقول عليه عام، مو بتقارب كبير، لكن قائد القوة الجوية اهتمامه كبير، وهو رياضي، شخص رياضي، ويقدم كل التسهيلات للنادي في سبيل احراز الدرع الدولي. يعني اختلف وجود رئيس النادي الحالي عن الرؤساء السابقين من حيث الحضور والاهتمام؟ طبعا طبعا. شنو اللي يعني هذا الاختلاف؟ انا مثل ما ذكرت لك هسه بانه يعني خسرنا احنا الصناعه الكهربائيه، تفاجئنا بانه قائد القوة الجوية لابس ملابس رياضيه، دخل للتمرين، يعني هاي الحاله المعنويه مهمه جدا.